مورد يوفر كل المعلومات اللازمة للزبون اللي تتناسب مع ميزانيته وإيش يتناسب مع الجو صح ونفس والبلد بالضبط صحيح. جو البلد صحيح يعني أنا مثلا في حتى لما بنيجي مش بس على أحجار على أنواع الرخام تعرف الرخام يعني هو شق من طبعا من الأحجار من الأحجار يعني بس بتشوف لها مثلا معلم من المعالم الموجودة في النفرط في أوروبا بده يجي يطبقها عنده مثلا في منطقة الخليج بتورط يعني بتلاقي ركب وتكلف بسبب انه ما اخذ النصيحة الصحيحة الناس لما بتيجي تركب حجر تاخذ الحجر كبلوكات وتقصه بناء على فرز المشروع ولا تاخذ من المقصوص الجاهز وشو الفرق بينهم؟ شوف هلا اجمالا هون خلينا نحكي على الامارات ما بيجي بلوكات ما بيجي بلوكات لانه ما في مقصات قص البلوكات موجوده بجوز في مصنع او اثنين موجودين في الامارات فهمت علي وهذا ما بتقص بلوكات صغيره بتقص بلوكات سلبات الرخام فهو اجمالا الحجر يعني احنا عاده لما ناخذ بيلا سواء كلاسيك خلينا نحكي على الكلاسيك الكلاسيك تعرف في كرانيش وأعمدة وتيجان وقواعد وزخارف كثير هذا كله بيجي بنعمل له شوب دروينج للمشروع بنعمل له أوردر من هون بنعمل بالأوردر بالأردن بيجي جاهز من الأردن بيجي أوكي. جاهز على المشروع على التركيب أما إن تقعد تيجي تصنع هون لا صعبة جدا وحيكون مكلف